مصر تعيد تشكيل نفسها دستوريا بعد التبرعات، تخوف من دعوات الجهاد في سوريا. بيان الإلحاد رأي شرعي أم هجمة مضادة؟ الغضب السعودي يحاصر تجارة الروس رسميا والصينيين شعبيا. المشاريع المتعثرة تخضع للتدقيق والوعيد. فرنسا تعيد منقبات السعودية. الخريجات عاطلات ووزارة الصحة تبحث عن هنديات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. أنتم معي في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع في ساعة. دعوني بداية أرحب بضيوف الكرام، الأستاذ جمال خاشقجي مدير قناة العرب الإخبارية، أهلا وسهلا، ومعنا أيضا الدكتور خالد الدخيل أستاذ علم الاجتماع والكاتب في جريدة الحياة، مساك الله بالخير. هلا. وأيضا الأستاذ والكاتب الإعلامي يحيى الأمير، مساك الله بالخير. وأيضا الأستاذ سعد العجلان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض، مساك الله بالخير. سخنت المحكمة الدستورية المصرية أجواء الانتخابات الرئاسية حينما قضت ببطلان انتخابات البرلمان المصري، في حين لا زالت المناورات السياسية على قدم وساق استعدادا ليومي الانتخابات الرئاسية غدا وبعد غد. مصر تعيد تشكيل نفسها دستوريا. المحكمة الدستورية المصرية تقضي بحل البرلمان المصري. المحكمة ترفض مشروع قانون العزل السياسي، وشفيق يبقى في دائرة المنافسة. تباين في ردود الفعل حول الحكم، وأيام ساخنة تنتظرها مصر. أستاذ جمال، أجواء في مصر قلقة كثير، يعني هل تخشى من مثلا، لنفترض هي بكرة تبدأ، هل تخشى من التأجيل لأمر بشكل أو بآخر؟ أنا عشت أجواء الانتخابات في الجزائر عام 90 أو 91 اللي فازت فيها جبهة الإسلامية إنقاذ عباسي مدني، وقبل الجولة الثانية بثلاثة أيام دفع الشاذلي من جديد رئيس الجمهورية لتقديم استقالته وتسلم الحكم مجلس رئاسي وجاء بضياف و و و إلى القصة النهائية التي انتهت بمأساة في الجزائر. ما الذي يحصل في مصر؟ اللي يحصل في مصر هو تدافع الطبيعي ما بين ما سمي الدولة العميقة وأنا أسميه دولة المماليك التي تحكم مصر من 1000 سنة. هي دولة متجذرة تتوارث الحكم وتنقله من راية إلى راية أخرى أو من أسرة إلى أسرة أخرى. الذين يحكمون اليوم مصر حتى نهاية عهد مبارك، ربما حتى هذه الليلة، هو امتداد لدولة المماليك. هؤلاء لهم مزايا ومصالح صعب عليهم يسلموها إلى جهة يعلم أنها تغير تاريخي هائل جدا. الجهة التي سوف تستلم الدولة في مصر هي جهة شعبية 100%. فلن حتى أحمد شفيق، إذا أنا بتحدث على قوة الثورة، أي القوة الثورة ليس أحمد شفيق. إذا مرت الأمور وانتهت إلى قوة الثورة بغض النظر عمن هي تلك القوة، هي قوة جديدة سوف تقطع حبل سيطرة المماليك هؤلاء الذين امتد حكمهم 1000 سنة. فهذا التدافع طبيعي اللي بيحصل، لكن لمن يكون النصر؟ التطور الطبيعي للتاريخ هو للقوى الشعبية، هو للديمقراطية. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لمصر خيرا، وأن يعني يضع حد لهذا العبث اللي بتمارسه تلك القوى القديمة، وتمضي الأمور كما يريد، وحارب واستشهد من أجله. باختصار، تتوقع أن فيه تأجيل أو تخشى؟ إلى أن أرى غدا الانتخابات والمصريين مصطفين أمام مراكز الاقتراع، سأطمئن ويطمئن غيري إلى أن الانتخابات ماشية في سبيلها. خلينا نشوف أستاذ علم الاجتماع السياسي والكاتب المعروف طبعا المحلل الدكتور خالد الدخيل.
ايش رايك يا دكتور خالد؟ انت في حال ايضا فوز شفيق بعد ما حدث امس من مثلا الغاء قانون العزل وغيرها من الاحكام، هل تتوقع مخاوف معينه؟ شوف اللي يحصل في مصر انا في تصوري هو هذا الزواج غير الشرعي اللي حاصل بين شيء اسمه بين شرعيه الثوره وبين شرعيه النظام القديم او شرعيه القانون المستمد من الدولة القديمة أو من الجمهورية الأولى اللي نتجت عن ثورة 23 يوليو وبين شرعية الثورة الجديدة التي بالفعل تقطع مع 23 يوليو وتريد أن تؤسس لجمهورية ثانية جديدة. أنت عندك قوة الثورة ضعيفة سياسيا وخارج حلبة الصراع السياسي، القوى السياسية المؤثرة لا علاقة لها بالثورة اللي هم المجلس العسكري والإخوان. الإخوان لم يكونوا ولن يكونوا قوة ثورية لكنهم التحقوا طبعا بالثورة. هذا الزواج بين هذه الشرعيتين بين هذه الشرعيتين المتناقضتين زي ما قال جمال هذا كلام صحيح، اللي يحصل شيء طبيعي. بالنسبة لشفيق أنا كنت أتوقع أنه فرص شفيق للفوز كبيرة، كانت أفضل قبل قرار المحكمة الدستورية الأخير اللي هو أي قرار؟ اللي هو قرار طبعا شو اسمه بعدم دستورية قانون العزل والقرار حل مجلس الشعب. بالمناسبة يعني شو اسمه قرار المحكمة بحل مجلس الشعب في لبس، يقول لك هو انحل مجلس الشعب بقوة القانون، ليس هناك جهة تملك الحق بحل مجلس الشعب. الإعلان الدستوري لا يعطي المجلس العسكري صلاحية حل مجلس الشعب، رئيس الجمهورية غير موجود الذي يملك أو من الممكن أن يملك صلاحية حل المجلس، ولذلك جاءت عبارة في قرار المحكمة فهو يعتبر منحلا بقوة القانون. طبعا في ناحية ثانية، على أي أساس دستوري أصدرت المحكمة الدستورية هذا القرار؟ لأنه الإعلان الدستوري لا يتضمن حل مجلس الشعب، ودستور 72 اللي هو الآن يعتبر ميت معطل يعني حل محله الإعلان الدستوري. أنت أمام مشهد سريالي بالفعل في مصر، متداخل صحيح، يعني متداخل الأمور وتداخلت فيها المعطيات والعوامل السياسية مع المعطيات والعوامل والمنطق القانوني، وأصبحت بالفعل هي صراع طبيعي بسبب طبيعة الحالة الثورية التي تمر بها مصر، وفي الأخير سوف ترسي على حال. طيب خلينا نشوف أستاذ يحيى، هناك من يرى أن حل مجلس الشعب أمس يعني القرار اللي صدر أمس هو خشية من المجلس العسكري أن يفوز الإخوان فلا يريدون أن يتولى يعني السلطة التنفيذية والتشريعية، إيش رأيك أنت؟ طبعا هو سؤال، هل إحنا الآن أمام مؤامرة في مصر؟ هل الذين شعروا أن القرارات اللي كانت بالأمس لم تكن إيجابية بالنسبة لوجود الإخوان ولسيطرتهم ولتمكينهم من الحياة السياسية في مصر؟ بمعنى هل ما حدث بالأمس كان يعني شغل مقصود ومنظم؟ أنا لا أتصور هذا. ما حد قال مهم، هي ليست مؤامرة بالفعل، هو اللي يحصل شيء طبيعي الكثير. ممتاز. لا لكن أيضا ما هي عرضي. لكن أيضا ما هو عرضي، هذه نقطة مهمة جدا. إذا هو طبيعي معناته كثير من الكلام اللي حنقوله، بس اسمح لي، بس إذا ما يحدث أمس طبيعي
فكثير من هذا الكلام اللي يقال والعلاعات الإخوان أمس والحديث عن هذه مؤامرة والمتحدث باسم الإخوان يقول هناك طبخة مسمومة تطبخ الآن الشعب النقيل. المتحدث الإعلامي باسم الإخوان قال مؤامرة. لا لا ما قال مؤامرة. قال أنا سمعته قال وكتب ونقلت اليوم الصحافة المصرية. هو صحيح طبعا هو لا يتفق مع القانون. لا بس. لا لا. قرار المحكمة صحيح. ويعتبر بغير صالح. المحكمة الدستورية العليا طبعا هو الذي يحق له أن يحكم بحل المجلس في مثل هذه الظروف في مصر. فقط محكمة النقض هي التي يحق لها أن تحكم بحل المجلس كاملا، لكن المحكمة الدستورية العليا لها حق إبطال انتخاب بعض الأعضاء. الذي حدث أن حل المجلس لم يأتي نتيجة للحكم وإنما جاء نتيجة لحل الثلث من أعضاء المجلس. لا لا هو بس مو كذا، في نقطة ثانية. قانون الذي على أساسه تمت العملية الانتخابية وجدوا فيه عوار قانوني دستوري، لأنه في خليني هذا المادة الخامسة. بس أنا أبي أكمل بس يلا بالآن. يعني إذا كان الدكتور خالد يعني هذه النقطة، فأنا أتصور أنها تمثل العنوان الفعلي لما يحدث في مصر، أنه شيء طبيعي. اللي يحدث للإخوان من انتكاسات هي في الواقع نتيجة الأخطاء التي وقع فيها الإخوان على امتداد الفترات الماضية. في دراسة ظهرت من يومين تقول أن الإخوان طوال المراحل السياسية الماضية خسروا ما يزيد عن 6 ملايين صوت نتيجة تكرار نتيجة الأخطاء التي وقع فيها الإخوان. وبالتالي علينا التعامل مع ما حدث بالأمس على أنه وضع قانوني وعلى أنه يعني. أنا بشوف تعليق الأستاذ سعد بس العجلان، إيش رأيك؟ وهل ترى ما حدث أمس مثلا يعتبر انقلاب عسكري أو إيش رأيك في أحداث مصر؟ يعني في الكلام اللي الإخوان تداولوه، يعني أنا أرى أنه من الطبيعي أن لا تترك الأمور أن تمشي طبيعي، فلا بد أن يكون تجاذبات تحدث، ولا بد أن يكون لكل طرف طموحه وجموحه، إلا أنه في النهاية أنا أعتقد أنه ستنتصر إرادة الشعب والثورة ستستمر، ولكن المسألة يعني زمنية أكثر من أنها فنية. طيب أنا عندي سؤال أخير بس باختصار، تتوقع من يفوز؟ هذا على رأيي طريقة أهل الكورة، من تتوقع يفوز، شفيق ولا مرسي؟ النتيجة متقاربة. ولا الحقيقة يعني ترى ما في ضربات جزاء، يمكن ضربات الجزاء تنتهي ضربة ترجيح. إيش رأيك الدكتور أنت؟ صحيح ما تتوقع؟ أنا أرجح أنه يعني حقيقة أنه مرسي يفوز. أي وأنت يا أستاذ يحيى؟ أتوقع الزمالك. لا صحيح. لا هو شوف اللي أتوقع مرسي، لكن اللي أتمنى شفيق. طيب لأنه محسوبك في عارف المسار. أنا لا لا أنا عارف أمنيتك عارفها. أيوة أنت يا أستاذ جمال إيش رأيك؟ أتوقع 70% مريحة فوز مرسي، وإذا حصل غير ذلك أنا متأكد في تزوير. هذا كلام مرسي. هذا كلام مرسي. لا هذا كلام مرسي. ما في يعني إما يفوز مرسي ولا تزوير. على حال. بدأ الكثيرون يتخوفون من تكرار تجارب مريرة مرت بها المملكة مع دعوات للجهاد في البلدان المضطربة، هذه المرة طبعا في سوريا، حيث لا زال النظام يواصل القتل والتنكيل وسط عجز دولي عن فرض أي موقف حاسم. بعد التبرعات تخوف من دعوات الجهاد في سوريا، دعوات متصاعدة نحو تجنيد الشباب لصالح الثورة السورية بدعوى الجهاد. مفتي المملكة يحذر من الخروج عن طاعة ولي الأمر، ويؤكد على وجوب نصرة السوريين وفق القنوات الرسمية. مفتي جبل لبنان يؤكد على وجوب الجهاد لنصرة ثوار سوريا. تساؤلات حول المسؤولية الشرعية والقانونية ضد مطلقي هذه الدعوات. ها دكتور خالد، إيش رأيك؟ كيف نوفق بين الرغبة الشعبية العارمة في التبرع والجمع، يعني الصدقات أو التبرعات للإخوان في سوريا، وبين من الرأي الشرعي بأنها لا بد أن تمر عبر
الموافقة الرسمية. بس قبل عشان يعني عشان نقول الرأي الشرعي، هذا رأي شرعي واحد فقط، ليس يعني الرأي الشرعي النهائي في الموضوع. هناك رأي شرعي معتبر صحيح يرى أنه التبرعات لابد أن تتم عبر القنوات الرسمية. هذا صحيح، بس هذا ليس هو الرأي الشرعي الوحيد الصحيح. هناك قراءة أخرى صحيح تقول أنه يجوز. ثانيا، ما تستقيم الأمور أنه أنت تطلب، يعني لما تأخذ الضخ الإعلامي الذي يحصل في موضوع الثورة السورية، وهذا فيه طبعا هذا الضخ فيه مناشدة للناس أنه تقفون مع الطرف المظلوم مع الثورة في مصر في سوريا. سوريا، وفي نفس الوقت تقول لا تتبرعوا. طيب يا أخي، من الممكن أن يتكامل الاثنان مع بعض. كيف؟ من الممكن أن تسمح أنت بالتبرعات وأن تكون تحت، طبعا ما تقوم تبرعات غير رسمية فوضوية هكذا، لابد أن تعرف قنواتها وعن طريق تنظيمات معروفة في السعودية في الأردن في سوريا، ويصير فيه رقابة وإشراف عليها بحيث أنها ما تصير فوضوية ويتم استخدامها لأغراض أخرى. أخرى. طيب أستاذ يحيى، إيش رأيك أنت؟ هل يعني يمكن التوفيق مثل ما قال الدكتور خالد في موضوع التبرعات؟ طبعا بس الخشية ليس لا طيب التوفيق أيضا إلى من تنحاز، يقول فيه أكثر من رأي شرعي. لا الحل في موضوع التبرعات الآن فيه في جهاز حكومي سعودي شغال في وادي خالد وشغال على الحدود التركية وشغال في الأردن، وعلى مستوى التبرعات اللي الناس يريدها هذه بالتأكيد يجب أن تتم من خلال إدارة الندوة الحقيقة. إدارة رسمية الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وهذا موضوع عن طريقة كثيرا، والسعوديين يعني سواء الحكومة أو الناس لديهم يعني تجارب رائدة في مسألة في مسألة حملات التبرع. السؤال ليس في التبرع، السؤال في الجهاد. الأسبوع الماضي كان في تقارير وضمن في القبس الكويتية أو في السياسة الكويتية على وجود مقاتلين سعوديين وكويتيين يقاتلون مع الجيش السوري الحر. طبعا بعدها 48 ساعة رياض الأسعد اللي هو قائد الجيش السوري الحر قال إنه هذا غير موجود ونحن لسنا محتاجين الكوادر. هذا النفي مريح، لكن هذا ما يلغي أن هناك خطورة. الكثير من القوى الدينية في المنطقة تحاول تمرير ما يحدث في سوريا على أنه جهاد، وهذا ستكون كارثة على السوريين. لأن ما يحدث في سوريا هو ثورة. الجهاد مفهوم أممي عابر للحدود، لا يعترف بالثورة بمعناها القطري بمعناها الوطني. وفي ذات الوقت مثل هذه الدعوات هي في الواقع تعطي مادة إعلامية ضخمة جدا، مادة إعلامية وحتى مادة على الأرض للنظام السوري. لي أستاذ سعد سمعت لي طبعا يعني منع التبرعات الخاصة الحقيقة هذا فيه اعتداء على حرية الموقف وحرية الرأي والمسؤولية الشخصية. أنت يعني تتعامل مع الأفراد وكأنهم فاقدين للمسؤولية. كيف يوصلونها يا دكتور؟ يعني معلش ما قلنا التنظيم ممتاز عن طريق قنوات عن طريق قنوات تحت الإشراف، هذه قلناها قبل. ثانيا بالنسبة للجهاد، طبعا الأسوأ من كلمة الجهاد هو الجانب الطائفي طبعا، أنه نصرة أهل السنة في سوريا طبعا. نحن لسنا في حاجة إلى الطائفية. لا طبعا هذا كيف يتغذى. نحن نريد ثورة للشعب السوري ككل. اي صحيح، وهذه الثورة لسوريا كلها بس هذا لمسلميها وغير مسلميها. هذا يتغذى يا دكتور من خلال دعوات الجهاد، هي اللي تغذيه. لأن الجهاد سيحيلك يعني على المفهوم الديني. انت بس يعطيه مفهوم ديني ولا اي، وبالتالي فالجهاد سيرى بالجهاد لابد أن يبحث عن مبررات دينية وليس مبررات وطنية. السوري الآن يستشهد من أجل الحرية ودفاعا عن وطني، بينما الجهاد لابد أن يصنع له مبرر. ما المبرر الأبرز لدى الجهاد؟ هو المبرر الطائفي. خلينا نشوف رجل الأعمال أستاذ سعد،
ايش رايك؟ هل في يعني من خلال الغرفه التجاريه او هل رجال الاعمال عندهم مبادرات على هذا النحو، يعني جمع او شيء، او بس فقط بشكل رسمي؟ هو الحقيقه ما يميز هذا الموقف هو وجود اتساق في الموقف الحكومي مع الموقف الشعبي. ورجال الاعمال هم جزء من الشعب ومن الراي العام والمجتمع، وأظن أن المسألة يعني ليست هي خلاف رأي وليست يعني تفريق في المفاهيم والمعتقدات بقدر ما هي مسألة تنظيمية، ورجال الأعمال مثلهم مثل أي مواطن أو فرد من أفراد الشعب، هم بانتظار إجراءات تنظيمية وهم سيبادرون مثل غيرهم من أفراد المجتمع في دعم القضية اللي الحقيقة ينظر لها في المملكة العربية السعودية بعمق إنساني كبير، بعيدا عن الطائفية. بعيدا صحيح. عن الطائفية صحيح. خلينا نشوف الأستاذ جمال، باعتبار عندك تجربة سابقة، ألا تخشى أن إطالة أمد الأزمة في سوريا قد بالفعل يدفع بعض المقاتلين العرب أو إلى التواجد هناك؟ وهذا حصل. تمنى الجميع أنه يصير تحرك سريع حتى ما تتحول سوريا إلى بيئة مضطربة تفتح أكثر من هم، ليس فقط هم الانفلات الأمني، حتى هم التقسيم وكذا. ولكني لو كنت سوريا فردا كنت أم زعيم لمجموعة مسلحة، لابد أن أستحضر نية الجهاد، فما أفعله كسوري هو جهاد، طلب الحرية هو جهاد، فهذا مسألة تخص السوريين. لكن أن نحث الشباب السعودي أو الكويتي أو غيرهم للذهاب إلى سوريا، هذه فكرة. لا أنا ما أقول نحث، لكن أنا أخشى أن طول الأزمة قد يدفعهم أصلا، يدفع المتحمسين. إلا أتمنى الآن بدأنا نسمع أكثر حديثا عن البند السابع، وزير الخارجية الفرنسي استخدم هذا اللفظ. الآن الأمريكان بدوا يلمحوا إلى ذلك، الضغوط ازدادت. أتمنى أنه، وهو الشيء الصحيح، أنه حتى نحن في السعودية المملكة أن تضغط من أجل تدخل دولي يرحم الشعب السوري من هذه المأساة. ترى على فكرة لابد أن يكون في تحرك. جمال، ترى فشل الدول العربية، يعني فشلها الذريع وعدم قدرتها على أنها يعني بالفعل تجترح حل وأن تقوم بدور فاعل وأن تترك الأمر للروس والأمريكان والأمم المتحدة، هذا من العوامل التي تدفع إلى أن السعودي والكويتي والعراقي يذهب إلى هذا كله. صحيح، كلام واضح. لو بدنا نفعل شيء فاصل ثم نعود إليكم. بيان الإلحاد رأي شرعي أم هجمة مضادة؟ فرنسا تعيد منقبات السعودية. تناقل السعوديون بكثير من الجدل بيانا منسوب لعشرات الواعظين يحذرون خلاله من ما اسموه موجة الإلحاد في بلاد الحرمين، في حين رأى الكثيرون وعلى رأسهم مفتي المملكة أن التعميم ليس منطقيا وفيه إجحاف. ايش رأيك أستاذ يحيى؟ يعني هل وصل الإلحاد إلى أن يشكل يعني ظاهرة تسوغ صدور مثل هذا البيان؟ والله يا أخي، الله تعالى يقول الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بعدين أنت قاعد تحفظ الآية؟ أنا بدل أحفظ أفضل منك في القرآن، الحمد لله، هذا مما فتح الله به علي. أوكي. لكن اللي أقوله أنه مثل هذه البيانات هي في الواقع يعني تعميق لوجود معركة وافتعال حقيقي لمجموعة أو يعني ما أدري يعني، لكن هناك من يرى أنه لا يمكن له أن يكون موجودا إلا بوجود معركة، فإذا خفتت المعركة خفت
وجوده وتراجعت قيمته. أتصور أنه كلام سماحة المفتي وكلام الشيخ سعود الفنيسان وحتى كلام الدكتور محمد النجيمي وغيرهم كثير من المشايخ كان إيجابيا جدا في هذا الباب. ليس من المنطقي ولا من الوطني ولا حتى من الأخلاقي أن تتناول مدينة من مدن المملكة وتصفها بأنها تشهد موجة الحاد، وليس من السائغ ولا من المنطقي أصلا أن تتحدث عن شيء اسمه موجة الحاد في السعودية. يعني خليني أستعيد الجملة اللي كان يقولها جمال، لا مو قبل التسجيل من 20 سنة، اللي هي مسألة صناعة الكوابيس. أنا أتصور أن هذا صناعة كابوس حق. طيب خلينا نشوف الدكتور خالد، إيش رأيك يعني حتى مع الكلام اللي يقوله الأستاذ يحيى، ألا ترى أنه صار في شيء من التجاسر إلى حد ما؟ يعني بعض المتدينين أو خلينا نقول المحافظين يرون أنه صار مع وجود طبعا وسائط الاتصال حالة من التجاسر أو الخروج عن النص أو النسق العام. هو يعني هي صحيح فيها تجاسر، لكن ممكن أنها تمثل بالفعل درجة من درجات، لو أنا ما أبغى أعمم أيضا، يعني درجة من درجات بساطة وهبوط الخطاب الديني. الفكر الديني إنه وصل إلى درجة توزيع الاتهامات هكذا، لأنه هذه تهمة إذا كان عندك مستدلات عليها، قرائن، عندك أسماء، عندك مواقف، عندك تحليلات، عندك نصوص، عندك شيء، أنت يعني لا تستهتر بالفكر الديني وبالفكر الإنساني وبالموقف الإنساني، بحيث أنك أنت تسمع لنفسك أنك تصدر أي حكم هكذا بدون عشوائي، بدون تثبت، بدون تثبت، بدون أدلة، يعني بدون مضمون. يعني هذا كلام لا يليق الحقيقة بالإنسان بشكل عام، ولا يليق بإنسان متعلم، فما بالك بإنسان هو مؤتمن على ما يسمى بين قوسين مصدر الفتوى أو مثل هذه المواقف. هذا كلام الحقيقة يعني سخيف صراحة. أستاذ جمال، يعني أنا أبغى أسمع رأيك في كل الأحوال، وأنا قد سمعت مرة منك قصة عن البوكيمون في فترة معينة تم تحريمه لسبب يعني يمكن هايف أو حتى مفتعل، لكن قبل هذا هل ترى أنه فيه الإمكانية أن يتم السيطرة على وسائل أو وسائط الاتصال الحالية التي انتشرت؟ شوف، لا يمكن أن السيطرة. نعم، عندما تقرأ في وسائل الاتصال في السوشيال ميديا تجد بعض الأشخاص خلف مسميات وهمية أو مخترقة يتجاوزون في حق الله سبحانه وتعالى، في حق الإسلام. لا نعرف من هم، هل هو حالة اضطراب نفسي، هل هو حالة شك. أنا مما نؤمن، وهذا مو شيء جديد، الفقهاء والعلماء قالوا من قبلي أن الشك يؤدي إلى اليقين. كل إنسان عاقل ناضج يدور في نفسه أحيانا شيء من الشك. صحيح. فوظيفة العالم هو هدايته ويأخذ بيده إلى أن يصل إلى اليقين إن شاء الله. وفكرة الشك قديمة جدا، كتاب من أيام ديكارت، قبله الرد على الدهريين، من ألفه؟ صحيح. تهافت الفلاسفة، تهافت، هذا شيء قديم جدا. استفهام محمود، شيء مسألة طبيعية، لكن لماذا هؤلاء يصنعوا هؤلاء هذه الكوابيس؟ هم صناع الكوابيس أنا أسميهم، ليش يصنعوها؟ اللي هم تقصد اللي يخلقوا، اللي أصدروا مثلا مثل أشرت سألتني عنه موضوع بوكيمون. بوكيمون مشروع فاضح جدا لصناعة الكوابيس. أيامها ما كان في إنترنت، راحوا عملوا فاكس وزعوه، كذب في كذب. كتبوا فيه بأنه بوكيمون هو معناها المفردة، أنا ضد الله، مش عارف إيمون، أنا ضد الرسول، أنا كذا. حولوا هذه اللعبة التافهة اللي بيلعبوها الأطفال، ولا اليابانيين سووا منها شركة نينتندو، زرتهم في طوكيو مرة، سووا منها ملايين، إلى حرب على الإسلام، لدرجة هيئة كبار العلماء أصدروا فيها بيان لهذه الدرجة بدون تحري. حتى لو الهيئة كلفوا على نفسهم
اتصلوا بسفيرنا في طوكيو ويقولوا هل صحيح الكلام هذا؟ رد عليهم بعد يوم يومين وقال لهم يا جماعه مو صحيح الكلام هذا. انت التقيت صانع بوكيمون؟ التقيت صانع بوكيمون صحيح. نعم التقيت وسالته طبعا قلت يعني القصه بوكيمون انه هو مستثمر إن هو يهودي وقلت له هل انت يهودي وتريد ان تحارب الاسلام؟ فقال لي هل ابدو يهوديا عندك؟ طبعا هو شكله ياباني ما هو يهودي واكد لي انه هو رجل بزنس مان وهذه فكره ابداعيه وهو مشغول بمواجهه ديزني الى اخره. لكن ليش هؤلاء بيصنعوا الكوابيس؟ زي ما قال يحيى يريدوا أهمية. أول حاجة أنا أخوفك أخوفكم كلكم، أنتوا كلكم تحبوا الإسلام سعوديين، فلما أقول لك أنه في إلحاد طوالي انتبه أستفز فيك الغيرة. إذا أقنعتك بأنه في إلحاد تعطيني صلاحيات لكي أحارب الإلحاد، أخذ فلوس عشان أحارب الإلحاد، أنا أروح أجمع تبرعات عشان أحارب الإلحاد. بس لحظة ما عندي لا بس دقيقة بس اللي أتمنى الكثير منهم يعني حقيقة من اللي وقعوا البيان الكثير منهم يعني بعضهم من العقلاء وممن لهم الكثير من الحضور العلمي بعضهم لا شوف الكثير منهم يدخلون في مثل هذه يدخلون على يعني شكل موجة. صراحة هناك الكثير من الاندفاع، وإذا كان هناك منهم من يشتغل كثير بدعوة للتعقل فالتعقل هنا موقفه أمام مثل هذا البيان. أنا أتمنى من عقلائه من يعودوا إلى كلام المفتي وكلام غيره من المشايخ، وإذا رأوا مراجعة هذا البيان وإصدار بيان آخر فأتصور أن هذه أن هذا سيكون موقف إيجابي وعلمي. الأستاذ سعد العجلان، يعني أنا أعتقد أنه من الممكن يعني تفويت الفرصة على المتطاولين على يعني الرموز الدينية وعلى الثوابت الحقيقية أو الثوابت الراسخة في المملكة أو عند المسلمين وعند الشعب، كذلك أيضا تفويت الفرصة على المجتهدين بإصدار أحكام وأنظمة تردع المتطاول، وأيضا يعني تفوت الفرصة على المجتهد سواء كان اجتهاد في محله أو اجتهاد إحنا قد لا نكون يعني نحتاج لها. أنا أظن أنه إحنا غنيين عن هالمشاكل البسيطة التي يعني تلهينا عن مشاريع تنموية وتحديات عظمى للأمة. ممتاز ممتاز. ألغت الغرفة التجارية بالرياض لقاء مفترضا مع تجار روس، وبينت الغرفة في بيان لها طبعا أن ذلك يعود إلى توافق الغرفة مع موقفها يعني مع موقف بلادها والشعب السعودي المستهجن للموقف الروسي الداعم للنظام السوري. هل قطعت المنتجات الروسية أو الصينية تضامنا مع الشعب السوري؟ والله يا أخي صراحة ما قطعنا. أول شيء لأن المنتجات الصينية منتشرة في كل مكان، أما المنتجات الروسية فهذه أتوقع أنها قليلة يعني وفي أشياء محددة. إن شاء الله نبتدي من الشهر هذا إن شاء الله بنقاطع المنتجات إن شاء الله، وإذا له بديل موجود حنقاطع نهائياً، إذا ما له بديل عاد نحد منه. المنتجات الروسية مو موجودة عندنا أساساً، بس المنتجات الصينية إذا لقينا لها بديل ممكن نقاطعها، يعني إذا التجار تعاونوا معنا ولقينا بديل غيرها ممكن نقاطعها. المقاطعة يجب أن تكون بالتضامن مع فكر رجال الأعمال. المفروض يعني المبادرة تكون من التجار قبل المواطنين أنها تكون في مقاطعة. بالنسبة للمنتجات الصينية أصلا يعني ما هي بذاك الجودة العالية، يعني المفروض إحنا نقاطعها يعني من البداية. معنا طبعا الأستاذ سعد العجلان اللي هو عضو أيضا في الغرفة التجارية. نبغى نسألك أول شيء، هل هذه مبادرة منكم أو جاكم توصية من فوق بصراحة؟ يعني هو الغرفة التجارية هي مؤسسة مدنية ينتسب إليها رجال الأعمال في المنطقة الرياض وغرفة الرياض،
وهي بالتالي تبحث عن مصالح المنتسبين، وأيضا هي تمثل هذا القطاع أمام بعض الجهات الخارجية وأمام أيضا بعض الجهات الرسمية. الغرفة الحقيقة يعني اتخذت الموقف من خلال ما رأته من خلنا نقول رأي متأصل لدى منتسبيها بالدرجة الأولى. طبعا اللي خليني أسألك هذا السؤال أولا لأنه هم التقوا بذا، هذه بس للتوضيح أيضا. نعم. وأنت ممكن تؤكدها، هم مروا والتقوا برجال الأعمال في الغرفة التجارية في جدة ولا لا؟ نعم. إلا التقوا. نعم. لا لا ما الغرفة التجارية في جدة قالت لا. أي. لا لا منشور الصورة منشور الاجتماع. بس شفنا صور لهم. لهم صور. التجارية في جدة. لا لا أي. على حال هذا الأستاذ سعد إيش رأيك؟ هم اجتمعوا في جدة. هو رجال الأعمال في جدة أو في الرياض هم الحقيقة أراء، يعني هي كانت رسالة. لا أنا ما أقصد الحين شوف. نعم. لا تدفع عن أحد ولا ذا، أنا ما أقصد أيضا أني أنال من أهل ذا، أنا أبغى بس توضيح. اجتمعوا رجال الأعمال الوفد الروسي برجال الأعمال في غرفة في جدة في الغرفة التجارية في احتمال في احتمال يعني. لأنه حصل الاجتماع في جدة. إيه. جاءت التعليمات من فوق لغرفة الرياض أنك لا تفعله. لأنه إحنا نسينا. إيه. نرسل التعليمات لجدة. هذا احتمال، ولهذا أنا قاعد أستدرج سعد عشان أوصل لهذا السؤال، هل هذا صحيح الاستنتاج؟ شوف أنت تعرف في المجتمع الحديث لا يوجد يعني تعليمات من فوق وكذا من فوق، إيه الأمور بالنهاية أمور يعني ابتعدت عن المهنية. إحنا لو قلنا أنه القرار مهني لربما كان رأي الدكتور صحيح وأنه تعليمات وكذا، لا أنا لكن الرأي ما كان الرأي الرأي لم يكن مهنيا لا في غرفة جدة ولا في غرفة الرياض. كيف الرأي ما فهمت؟ يعني إحنا الرأي المهني هو الرأي السياسي أو الرأي الاقتصادي. الحقيقة الرأي هو تبليغ رسالة للروس عن استياء الشعب السعودي. هذا موقف سياسي هذا. هذا موقف شعبي. لا زين موقف شعبي. موقف سياسي عندما يصدر من مؤسسة سياسية. الغرفة التجارية ليست مؤسسة سياسية. معلش كلامك أنت، الموقف السياسي هو موقف سياسي سواء صدر من مؤسسة سياسية أو صدر من. لا لا هي مو بهذا موضوعنا يا دكتور خالد لحظة. لا لا. يعني موقف سياسي هو. إيه بس في النهاية هو موقف شعبي. لماذا نقول سياسي؟ لماذا نقول سياسي؟ إيه. لأنه إذا كان ما ليس موقفا سياسيا لا يعود هناك مبرر أن تسأل هل أتاك من فوق ولا من جهات عليا ولا لا. صحيح. ما هذا هو هذا هو, هو الآن يعني الوفد جاء بتأشيرات سفر وبترتيب من الخارجية ومن مجلس الغرف التجارية، ولم يكن الوفد يعني وفدا طارئا. الوفد ضمن لقاءات مجدولة جاء بدعوة لمجلس الأعمال، هي لقاءات مجدولة لمجالس الأعمال. كيف حصل هذا ونحن كلنا نعرف الثورة السورية عمرها سنة ونص، يعني زي ما تفضلت وهم فاجئ كان بالإمكان إلغاء الزيارة من ندعاهم. والله أنا مثلا قرأت اليوم في صحيفة الرياض رأي للدكتور عبد الله الفرج، ذكر بأنه حتى الوفد يعني جاءه بعض التوصية من روسيا بأن الوقت ليس مناسبا، وأن الوفد يعني رأى الوفد الروسي رأى أنه يقوم بالزيارة، وهي زيارات مجدولة يعني سنوية، هو يوجد اجتماعات سنوية. نعم. لكن في روسيا وفي المملكة ما قامت الدولة أو الغرفة التجارية من 6 أشهر بإلغاء الزيارة هذه وهي تعلم بها؟ يمكنها يعني لم تجدول إلا قريب. إذا بغينا أيضا نجيب الأمور في وضع يكون أيضا مقبول ومفهوم لديكم ولدى أيضا المشاهد، هو أيضا أنه وتيرة يعني مثل ما ذكر الدكتور، هو أيضا وتيرة الرأي الشعبي هي تصاعدت مع قدوم الوفد، وهو ليس طارئ يعني الوفد ليس طارئ، والوفد أيضا حتى في جدة لما قوبل من قبل غرفة جدة لم يكن الاستقبال استقبالا يعني ترحيبيا عاليا بدرجة التعاون، هو كان استقبالا لي ايضا جزء من الاستقبال هو لتوصيل الفكره. بقي سؤال واحد بس، لماذا لا تستثمر هذه العلاقه مع مجتمع رجال الاعمال في روسيا وتستخدم كورقه ضغط لتغيير موقف روسيا؟
هذا واحدة. والسؤال اللي بعده، استنى، أصلا أين تكمن قوة الموقف المملكة في مواجهة روسيا، وقوة المملكة أصلا في البترول وروسيا ليست في حاجة إلى عندها الغاز الطبيعي والبترول؟ أنا الحقيقة في يعني إيش ورقة الضغط حقتكم؟ أنا زرت روسيا أي، ويعني من خلال أيضا المعلومات العامة، أول شيء إحنا عندنا فيه مرتكزات مهمة في علاقاتنا. أظن أنه إحنا لابد أن ننظر إلى روسيا كبلد عظمى، وبعض يعني الأفكار التي تطرح هنا وهناك من أن روسيا هي روسيا بلد عظمى وعضو في مجلس الأمن، وهي بلد ذات اقتصاد حجم ضخم، وهي أول دولة في كثير من الأشياء. ولكن أيضا ما وددنا كرجال أعمال نقله بالصورة هو قد يكون يعني مفهوم بسيط لكنه مهم، أن القضايا الإنسانية والقضايا الأممية في منطقتنا هي قضايا لا يمكن تناولها لكل دولة مستقلة عن بعضها. دكتور خالد، بس ودي أعرف وش كيف ترى تأثير وخطورة الموقف الروسي المساند لسوريا على المملكة وباختصار؟ أي طبعا هو يتعلق لأنه أن الروس يريدون الإبقاء على النظام السوري، وبعد كل الذي حصل، وبعد الصدام الذي حصل، والموقف السعودي والموقف الخليجي والموقف العربي، بقاء النظام السوري يعني إعطاء شهادة شرعية لهذا النظام وللتحالف الإيراني، وتأمين، إعطاء ورقة تأمين للدور الإيراني في المنطقة. وبالتالي إذا أعطيتهم هذه الشهادة وتم الاعتراف بها مثل فرض جدليا، سوف تأتي لك عملية انتقام. ثانيا أنت هذا التحالف، هذا المحور السوري الإيراني اللي صاير في المنطقة هو سبب أشياء، مشاكل كثيرة في المنطقة، بقاء يعني بقاء المشاكل بالنسبة لك يشكل خطورة على المملكة، يشكل خطورة على المملكة. ما عندي خلص سوريا تضيعت يا أخوي، فاصل ثم نعود إليكم. المشاريع المتعثرة تخضع للتدقيق والوعيد، الخريجات عاطلات، ووزارة الصحة تبحث عن هنديات. مع استفحال ظاهرة المشاريع المتعثرة، شكلت لجنة لدراسة وتقييم هذه المشاريع ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني، ومن ثم الرفع بها لجهات عليا في الدولة. المشاريع المتعثرة تخضع للتدقيق والوعيد. لجنة حكومية تخضع المشاريع المتعثرة للدراسة والتدقيق تمهيدا لرفعها لجهات عليا في الدولة. اللجنة تختص بالمقاولين وتعد دراسة في أثر تعثر المشاريع على الاقتصاد الوطني. المشاريع المتعثرة من أبرز عوائق التنمية، وتبلغ قيمة مشاريع العام الماضي نحو 66 مليار دولار. اقتصاديون يرون أن تعثر المشاريع بات ظاهرة، ويطالبون بحل جذري على المستوى القانوني. جمال، احنا اليوم كله في الحكي ظاهرة. ايضا هل تعثر مشاريع بدليل انه صار يعني ظاهرة بدليل تشكل لجنة حتى اظن في الديوان الملكي؟ نعم. لمتابعة التعثر واسبابه. نعم، هي ظاهرة. واذكر امارة منطقة مكة المكرمة كانت اول من بادر الى تشكيل لجان مختصة لدراسة اسباب تعثر المشاريع. وبعد هذه اللجان أتمنى أن تقوم الصحافة بدورها. حان الوقت أنه يكون عندنا صحافة استقصائية تسأل وتتحرى لماذا هذا المشروع متعطل. قبل قليل أنت كنت رئيس تحرير، ليش ما سويت استقصاء؟ العملية صعبة، لكن عملية أنه تسوي استقصاء، الصحافة الاستقصائية صعبة لأنه عادة لا تتعاون معك الجهات الحكومية، قلما تجيب على الأسئلة.
الآن بدأ التلفزيون يمارس هذا الدور. قبل شوية كنت بشوف برنامج قضية رأي عام، صحافة استقصائية جميلة جدا، كان عندهم قصة جميلة على مشروع مدرسة متعطل في الحدود الشمالية، نموذج من عشرات آلاف النماذج، مجرد مشروع مدرسة ما يكلف 2 مليون ريال متعطل. من هذه قضية جدا مهمة تستحق مناقشة من الصحافة ومجلس الشورى، من الخبراء، المجلس القضاء الأعلى، للشركات ما هي قادرة تنفذ المشاريع. أستاذ سعد، إيش رأيك كرجل أعمال، لماذا تتعثر المشاريع؟ هل السبب في المقاولين؟ هل السبب في رجال الأعمال؟ هل السبب في الدولة ما تصرف مثلا استحقاقات؟ إيش السبب؟ يعني أنا أولا أنا لا أنظر لهذا اللجنة أو لهذا الاهتمام كأنه اتهام للمقاولين. أنا أنظر له أيضا فإنه يعني اعتراف أولا من الحكومة بوجود تعثر، وهذا شيء يعني جيد. وهل إقرار وهل اعتراف يعني هو بالنهاية يعني يأتي بمسألة تحليل الوضع، لأن هنالك مالك وهي عادة الجهات الرسمية أو الجهات الحكومية، وهناك جهات فنية، وهناك جهات أو الجهات التنفيذية اللي هي المقاول. فبالتالي أنا لا أرى أن الموضوع فقط موجه، الوعيد وأيضا المحاسبة يجب ألا تكون فقط للمقاول. هي لا أنا أيضا ما أقصد المقاول، يعني بس نشوف إيش السبب. السبب في التعثر. في التعثر طبعا في أسباب كثيرة، يعني إذا إحنا بنجي نطرح الأسباب، هو المشاريع اللي حصلت في الخمس ست سنوات الماضية هي مشاريع جاءت بعد فترة ركود للمشاريع الحكومية، والكوادر الفنية والكوادر الهندسية في الجهات الرسمية لم تتطور بحجم تطور المشاريع الحكومية، بحجم كميتها، بحجم كميتها، وبالتالي هي بقيت يعني على نفس الرتم الأول. وأيضا لا يوجد المشاريع الحديثة أو المشاريع الجديدة، هي مشاريع عملاقة، هي مشاريع كبيرة، لا يوجد كفاءات هندسية وفنية لدى الجهات لمواكبة هذه. خلينا نشوف. في دورة محاسبة أو معاتبة. المقاولين يقولوا للدولة ليه كل مشاريعك بتصب عند أربع شركات؟ الدولة تقول لهم ثلاث شركات. الدولة تقول لهم ليه انتم مالكم قادرين توفوا بوعودكم عشان اديكم مشاريع اكثر. المساله تحتاج الى مؤتمر وطني، زي ما يقولوا ممتاز. مؤتمر وطني لمعالجه هذه المسائل. ايش رايك استاذ يحيى انت؟ وين طيب ايضا الاجهزه الرقابيه في الدوله؟ الاجهزه الرقابيه جزء من شغلها تشكيل هذه اللجنه، وبعض التقارير اللي اصدرتها الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد. الكلام اللي قاله استاذ سعد في نقاط كثير مهمة، لكنها هي تشخص واقع ما تطرح الحل. هذا أصلا واقع للسوق المحلي، حتى الشركات الكبرى اللي نتحدث عنها هي محدودة أصلا. يعني شركات المقاولات العملاقة في السعودية ممكن يعني ما تتجاوز 7 إلى 8 شركات، ولكن أيضا الشركات الكبرى هم مشاريع متعثرة أيضا. هم عندهم متعثرة، نعم. بس شوف تعثر هذه الشركات الكبرى، شوف كان في مشكلة في مسألة التخليص المالي من وزارة المالية، وتم إقرار قانون إنه وزارة المالية تمنح المقاول بعد الحصول على العقد حوالي 25% أو 20% من قيمة العقد بمجرد التوقيع، وهذا أنا أتصور أنها خطوة إيجابية ومهمة جدا. لكن المشكلة أنه المشروعات في الداخل السعودي ضخمة جدا، لو تتبع إعلانات بعض أمانات المناطق والبلديات اللي في الأطراف. في سبب يعني أصلا عن السؤال حتى الآن سيبقى معلق، ما هو سبب تعثر المشاريع؟ الذي أصدر القرار هذا اللي هو مجلس الوزراء لابد أنه يعرف أسباب تعثر المشاريع. لن يصدر ليش دائما تقرار وبيان إلا من عند مجلس الوزراء. ليش دائما المقاول هو السبب مع أن المقاول ما قلنا السبب حنا. لا 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 أبو كمل بالسؤال. لا لا سم تفضل. لا عشان ما تقول شيء ما قلته أنا. طيب تفضل. أنا ما تكلمت عن جهة مسؤولة، أنا أقول الجهة التي أصدرت هذا التقرير
مجلس الوزراء يقول في تعثر، لا بد انه هذا الموقف مبني على معلومات يعرفون السبب. على واقع طبعا، يعني على واقع، سواء متعلق باجراءات الحكومه، اجراءات التعميد، متعلق يمكن له علاقه بالفساد، وهذا الذي لا نعرفه، يمكن له علاقه بالمقاولات. هذه اشياء ما نعرفها، هذه معلومات موجوده عند الدوله، عند مجلس الوزراء، عند الجهات التي انيطت بها مسؤوليه مراقبه ومتابعه وتجميع المعلومات عن هذه الظاهره. علمونا، هل هو المقاول، هل هي اجراءات التعميد، هل هو الفساد، كله ايش الحكايه، ما علاقه هذا بحقيقه انه المشاريع العملاقه تلزم للشركات الثلاث بدون مناقصات؟ بس إيه؟ يعني هل هذا علاقة بس خلي إيه قبل تعليقك بقول بس انه في العام عقد ايضا مؤتمر المهندسين الظاهر يعني لهيئة المهندسين، وذلك كشف الاسباب على ذكر اسباب التأخير في المشاريع، على ذكر انه جمال يقول في ضرورة لمؤتمر. انت وش تقول؟ انا اظن انه يعني تعثر المشاريع هو هذا شيء طبيعي ان يحدث عندما يكون هنالك مشاريع كثيرة وكبيرة، ومن الطبيعي أن يحدث تعثر، لكن ليس من الطبيعي أن تكون ظاهرة وأن تكون بما نسبته في حدود 20%. بس الشركات الكبرى هل هي ظاهرة؟ هي 30% عندما تذكروا 20% فهي ظاهرة. الشركات الكبرى، الشركات الكبرى نسبة التعثر بالنسبة لها قليلة ولا تقارن، والمشروعات الكبرى نسبة التعثر بالنسبة لها قليلة. لا 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 ظاهرة. تعرف ليش؟ ظاهرة للجميع هي بالنسبة للمشروعات الكبرى، لأن المبالغ التي تحصل عليها هذه الشركات الكبيرة خرافية. لكن المشكلة هي في تنمية الأطراف. يعني أنا أقول لك بعض أمانات المناطق تطرح المشروع كمناقصة، تطرح مرتين أو ثلاث مرات، ورغم ذلك يعني أحيانا ما تجد حتى شركة. على حال ما عندي وقت أنا، بس باين أنه في إجماع في عندكم أنه أنها ظاهرة. على حال موضوعنا الآخر، رغم وضوح القانون الفرنسي الأخير الرافض لتغطية الوجه، إلا أن هذا الأسبوع شهد خبرا تناقلته وسائل الإعلام العالمية حول إعادة منقبات سعوديات من مطار فرنسي بسبب رفضهن خلع النقاب. فرنسا تعيد منقبات السعودية. فرنسا تعيد ثلاث نساء سعوديات رفضن خلع النقاب بعد وصولهن. السعوديات كن قادمات على متن الخطوط القطرية وعدن إلى الدوحة بعد منعهن. فرنسا منعت تغطية الوجه رسميا حتى على السياح، وتباين ردود الفعل حول هذا القانون. السعوديون يتزايدون على السياحة في أوروبا بعد أحداث المنطقة وتقلص الخيارات. دكتور خالد، والله أنا بالنسبة لي يعني الأمر إلى حد ما فيه مفارقة مضحكة بالنسبة لي، مع أني أنا يعني أعتقد أن الحرية الشخصية مهمة، لكن كيف ترفض منقبة ونعم يعني بها أن لا ترفع النقاب وجواز سفرها يحمل صورتها؟ يعني قاعد موظف الجوازات يعرفها، يعني يراها رأي العين، بس يريد أن يتوثق من أن صاحبة الصورة هي صاحب هي المتغطية، يعني هي الشخص الذي أمام. أي يعني ما فيها مفارقة؟ فيها مفارقة كبيرة حقيقة. نحن نطالب الناس عندما يأتون إلى المملكة أن يلتزموا بأنظمة وقوانين المملكة. كويس؟ تقصد بالذات الأجنبية النساء؟ أي شخص يأتي للمملكة ملزم ملزم بالتقيد بقوانين وأنظمة المملكة. صحيح، وهذا منطبق على أي دولة. عندما تذهب إلى فرنسا أنت مجبر على أن تلتزم بقوانين فرنسا، وخاصة أنهم يعرفون. أكيد هو صحيح أنه في بالنسبة للحجاب اللي يختلف عن النقاب، هذا يعني يتعلق بالحرية الشخصية، لكن النقاب هذا صار في جانب أمني الآن. أنا لا أستطيع أن أدخل شخص ما لا أعرف من هو إلى بلدي، يعني خاصة في هذه الظروف. فبالتالي السيدة التي ترى أنها لابد أن تلتزم بالنقاب يجب أن لا تذهب إلى بلدان تمنع، مع علمها أنه ممنوع. صحيح، حال تعرف أنه ممنوع. صحيح، يجب أن لا تذهب. صحيح. إيش رأيك الجمال؟ والله القصة غريبة.
هم سافرنا من ما قطر. تعتقد خليني كمان اقول لك يمكن فيها شو شوي هم سافرنا من قطر وعدنا الى الدوحه الى قطر ما نعرف ازواج كان معاهم ازواجهم ما نعرف هم تحدثوا للصحافه ما تحدثوا للصحافه بالفعل ما الذي منعهن ان يرفعن الحجاب فقط للتحري من الشخصيه سفيرنا في باريس يقول انه الحكومه الفرنسيه متعاونة معنا في مسألة تنفيذ النظام هذا على السائحات يعني بيغضوا الطرف على السائحات لكن مسألة انك توقف امام البوث حق الجوازات لو انت كرجل لابس نظارة شمسية وطاقية بيسبول بتاع الجوازات يقول لك لو سمحت اكشف الطاقية ونظارة عشان اتأكد فقط من شخصيتك لكن في قصة ظريفة قبل الاسبوع الماضي كنت في فيينا والدنيا حرارة وشمس ورأيت تلك الشابة السعودية متغطية بالكامل حتى وجهها وبجوارها واحد شاب زوجها واضح لابس شورت ونظارة شمسية وتي شيرت ومتشمس ومبسوط مودرنزم وماشيين في فيينا ما حد ضايقهم أكيد هذه الشابة لما دخلت مطار فيينا كشفت عن وجهها لكن لما نزلت في الشارع تحملت الحرارة وصبرت وغطت نفسها ومشيت مع جوزها لابس شورت ها ايش رايك انت استاذ يعني انا اعتقد انه احنا يجب ان نقر بان نحترم جميع القوانين في كل الدول لكي ايضا نستطيع ان نطلب من الاخرين ان يحترموا انظمتنا واظن ان اليات السوق وفرص السوق وفرص السياحة كبيرة في جميع انحاء العالم والمسألة مسألة يعني اختيارات ولا ارى انه الموضوع يعني موضوع مهم جدا ان يعني نسقي له بحثا اي طيب هو يعني رمزية الموضوع في علاقة السائح السعودي يتجه إليه شخصية السائح اللي يتوقع أن الجميع يستقبله هذه في الواقع يجب أنها يعني على الأقل يكون في نوع من خلنا نقول البث التوعوي حتى إن كان التوعوي المدرسي لأنه مثل الوقوع في مثل هالأخطاء يعني تشير إلى أنك أمام يا أخي وش تبين بفرنسا أنت يعني ما أتصور في أحد ما يدرك أنه القانون الفرنسي لديه مشكلة في تغطية الوجه مثل ما قال دكتور خالد يعني لو التوقف عند النقاب أو إحنا لو نبنحكي نظريا عن موضوع النقاب سنرى أنه ربما فوبيا فرنسية زايدة عن اللزوم لكن لما تحدث عن الحجاب أنا يا أخي حتى في مطار الملك خالد الدولي هناك موظفة تقوم يعني بالتفتيش والتأكد من الوجه الفرنسيين يوفروا موظف بمعنى لا لا الفرنسيين هذا ظرفهم واحنا سعوديين هذا لازم يوفروا موظف مش من حقهم هم هذا ظرف مش من حقهم طالبهم الذي يملك حق تغيير القانون الفرنسي هو صاحب المكان وهو صاحب المكان لا لازم يوفروا سيدات في المطار مطار اول هذا على حال هذا متوفر مثلا كمثال ممكن الخطوط السعودية تتعاقد معهم بعد موضوع السينمات طبعا هذا متوفر مثلا في مطار فرانكفورت مع يعني هذا متوفر في مطار فرانكفورت يجيبوا مره في سيدات سيدات فاصل ثم نعود اليكم الخريجات عاطلات ووزارة الصحة تبحث عن هنديات كشفت صحيفة هندية على لسان مسؤول هناك أن وزارة الصحة السعودية انتدبت فريقا لاستقدام ممرضات هنديات في وقت طبعا تشكو خريجات التمريض السعوديات من ندرة الفرص الوظيفية في هذا المجال عندك تعليق يا أستاذ سعد العجلة المسألة يعني أنه الحق دائما للمواطن أو المواطنة السعودية بالوظيفة هذا شيء مفروغ منه وإذا لم يعني يسد العجز فلا يعني لا يضير أن يؤتى بمن هم أخصائيين وفنيين على درجة عالية لسد هذا الشيء ولكن يبدو أن الموضوع يعني خطأ أو تنظيمي أو عملية يعني يوجد هنالك خلل تنظيمي لدى الجهات اللي لأنه حسب التقارير أنه والله في توظيف كبير للسعوديين وحسب أيضا ما يقول تقريركم أنه لأنه بيروحوا للهند يجيبون ممرضات فيصلح الخلل التنظيمي فقط خلينا نشوف الأستاذ جمال أنا طبعا أتحفظ على كلام الأستاذ سعد شوف الكلام اللي وزارة الصحة ما هي راضي تقوله بوضوح هو أن في خريجات سعوديات تخرجنا من معاهد معتمدة من وزارة الصحة
ولكن مستواهن لا يرقى إلى رضا وزارة الصحة، رغم أنهم تخرجوا المعاهد تحت رعاية وزارة الصحة، لكن مستواهم ما عجب وزارة الصحة. وهذا هو السبب في ظنك؟ نعم. فهذه المشكلة لابد تعالج وزارة الصحة، لأنها التزمت بمعاهد لم تقم بالواجب. لكن الأمر الآخر كما وزارة الصحة، وزارة الصحة تحيرنا بتصريح آخر للدكتورة منيرة العصيمي التي تقول في صحيفة الرياض أو الجزيرة قبل أيام أن 95% من وظائف التمريض تم سعودتها في مستشفيات الصحة. دكتور خالد، لا إذا كان طبعا الوضع الحقيقة أنهم يذهبون إلى الهند عشان يجيبون عمالة، أي يعني، أو يعني ممرضات رخيصة، وزارة الصحة عندها مدارس وعندها معاهد صحية لكن مو هي راضي عليها. واحد عملية لا لها علاقة بالفساد. كيف كيف؟ لأنه يعني هل هناك يعني أناس يستفيدون من يعني عطيك مكاتب الاستقدام، علاقات بين وزارة الصحة ومكاتب الاستقدام في السعودية وفي الهند أو أماكن أخرى، إيش الحكاية؟ لأن الموضوع غامض. الوزارة ما لا دقيقة، وزارة الصحة غير راضي، هذه مسؤوليتها، لأن الذي يتولى الإشراف على هذه المعاهد الذي يتولى الإشراف على هذه المعاهد هي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والهيئة، رئيس مجلس إدارته هو وزير الصحة. ثانيا، بالنسبة للهنديات والفلبينيات والاندونيسيات اللواتي يتم استقدامهم بشكل كبير، السؤال ما هي مؤهلاتهم؟ إذا كانوا فنيين يعني من حملة الدبلوم فهذا يفتح لنا باب آخر وكبير جدا. لماذا تتبنى وزارة الصحة إقفال المعاهد الصحية؟ طيب إذا هذيك تخرج دبلوم وأنتم تخلون الدبلوم اللي هنا وتروح تجيبوا دبلوم من برا، هذه مشكلة كبرى جدا. كيف تقفل المعاهد ثم تروح يعني خطابات التأييد الصادرة من وزارة الخدمة المدنية لوزارة العمل عشان السماح باستخدام هذا العادل من الفنيين؟ مشكلة. بدي سؤال فقط. بيه تفضل سؤاله عشان نقفل. هل هو بالفعل يعني في إقبال من السعوديات؟ هل الممرضات السعوديات عددهن كافي أو على الأقل لتلبية احتياجات وزارة الصحة ولا لا؟ جدا. هذا اللي لكن على حال بقي لي أن أشكر ضيوفي الكرام الدكتور خالد الدخيل أستاذ علم الاجتماع السياسي والكاتب في جريدة الحياة، والأستاذ جمال خاشقجي مدير قناة العرب الإخبارية، والأستاذ سعد العجلان عضو مجلس الغرفة التجارية، والأستاذ يحيى الأمير الكاتب الإعلامي. والشكر لكم، ونلتقيكم في الأسبوع القادم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.